اللقاء الذي حصل بين الرئيس أردوغان والرئيس سيسي، فهذا اللقاء كنا نتوقع، لكن لم نكن نتوقع بهذه العجالة، فكان بالنسبة لنا مفاجأة، ويعني كان مبكرا، لأن هناك نعم كانت لقاءات على مستوى المخابرات وعلى مستوى المؤسسات، لكن كنا نتوقع أن يحصل اللقاء بين الرئيسين بعد فترة طويلة جدا. فاللقاء أو المصافحة التي شاهدناها في هامش الألعاب كما قلت كانت مفاجأة، لكن كما قطر كان لها دور في ترتيب هذا اللقاء. بالتأكيد بالتأكيد كان المفروض، فكنا نحن نتفكر أن الرئيس أردوغان لن يقابل عبد الفتاح السيسي، لأنه كان في الماضي في بعض الاجتماعات الدولية لم يجلس أردوغان إلى طاولة كان السيسي يتواجد فيه، فكان الموقف الأردوغاني موقفا مشددا جدا، فلذلك لم نتوقع هذا اللقاء. لكن يبدو أن الأمير القطري كان له دور كبير جدا في تقريب الرئيسين.